Mersin İl Başkan Yardımcısı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Duman. Buraya İl Başkanımız Cesim Ercik Bey'i temsilen gelmiş bulunmaktayım. Bu davete bulunmamış olsaydım çok üzgün görürdüm kendimi. İnanın Suriyeli kardeşlerimizin burada güzel sosyal bir oluşum, sosyal bir hareket içinde bulunduklarından çok memnun oldum. Size çok teşekkür ederim. Bizi buraya kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. طالب عم بدرس بلغة تركية محادثة بمعهد سيسيجي. دعينا للمعرض وشاركنا فيه لأول مرة. هلا هيدا تاني معرض هون بصير. أول مرة سوء الحظ ما كنا موجودين. انطباعنا كثير حلو وتفاجأنا صراحة إنه في كثير مهارات موجودة يعني وما كانت ظاهرة أبدا. فنشكر سيسيجي لأنه أظهر لنا هذا الشيء يعني كانت سيسيجي هي أداة لأنه تظهر هالشيء للناس ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بكل المعارض المقبلة إن شاء الله. مرحبا، معكم لينا لبابيك قسم الرسم الذاتي. لوحاتي مشكلة بين مواضيع الطبيعة والبورتري والورود والآثار، برسم بالزيتي والأكريليك، برسم بالباستيل والحيوانات، وحتى برسم بالزخارف الإسلامية وخط العربي. وأنا شاركت عن طريق منظمة الاس اس جي، سمعت فيها عن طريق الإعلام بالفيسبوك، حبيت أشارك أول معرض لي مشترك مع الموجودين. وبشكر كثير المنظمة لأني أتاحت لنا الفرصة أنه نشارك أعمال يدوية في البيت ونعرضها على الموجودين. شكرا كثير. محمد سكاف من حلب. هاي تاني مشاركة إلي في المعرض. حبيت الأقبال، حبيت المشاركة هون، يعني عرضت لي أعمالي أكثر. حسيت أنه لازم أشارك المشاركة الثانية، وبالمشاركة بإذن الله راح أشارك فيها. يعني أقبال حلو، ناس كويسة، والله يعطيكم العافية. أهلا وسهلا، شرفت. أنا جيت لهون على الـ SSG من خلال رفقاتي، تعرفت على الفيسبوك فقالوا لي إنه في معرض وحبيت شارك فيه، وهي مشاركتي الثانية أنا هون. المرة الماضية الحمد لله كتير استفدت أنا منها، من علاقاتي مع الناس، جاني شغل لبرا يعني، وطورت كمان شغلي. يعني مثلا هون عندي أنا عملت الشاب، كنت ما عاملة يعني هيك أشياء فنية، وحبيت إنه طوره أكثر مشان يصير شهرة أكبر. وبشكر الـ SSG وتعاونهم، ما شاء الله كتير تعبوا يعني، كتير كتير ما شاء الله عاملين جهدهم يعني، ورائعين جدا كفريق عمل كله ما شاء الله متكامل. إن شاء الله يا ربي موفقين. مرحبا، انا عبد الرحمن مرعي، طالب بقسم الجرافيك ديزاين تصميم. نحن هون عم نتعلم على برنامج اسمه الكوريل درو، عم نتعلم عليه بمراحل البدائيه. عملنا هلا مشاريع صغيره، مثل قوالب خشب. اول شيء بنرسمها على البرنامج بهذا الشكل، بتنبعث لمطابع خشب، هي بتكون مسؤوله تطبعهم بشكل على الليزر، فبيطلعوا بهذا الشكل الحلو. يعني هدول قوالب وهي هيك بتصير. هون بننتقل لفندق الراديسون. طبعا هذا عملنا، كانت فكره كثير، على فكره كثير صعبه وكثير مستحيله اول ما بلشنا فيها، بس قلنا يعني حبينا نتحدى الزمان، لانه كان معنا اسبوع واحد لنبلش هيك شيء كثير كبير. فمباشره الاستاذ شجعنا على هذا الشيء وبلشنا عملنا دراسه على مبنى الراديسون الحقيقي. يعني
يعني فشكرا كثير استاذ، شكرا للمنظمه اللي دعمتنا بكل الادوات والتسهيلات. رامز غنام، مكتبه الكتاب تركيا مرسي. طبعا هلا هي ثاني مشاركه لي بمنظمه الاس اس جي. هلا هون نحن عندنا بالنسبه للمكتبه عندي اقسام بنقسمهم هون. طبعا عندنا شيء من كل شيء اكيد، هلا بدنا نجيب كل شيء بدنا مساحات اكبر واكثر. بنتشكركم منظمه الاس اس جي، بنتشكركم كثير، بنتشكر كل القائمين على المنظمه. نتمنى دائما النجاح وننجح معكم وبرعايتكم. شكرا كثير. اهلا فيكم، وانا اماني بالوش من محافظه ادلب. سمعت عن المعرض عن طريق الفيسبوك، وانا هون مسجله بالمعرض يعني بالمنظمه بالتركي، وجايبه كتب هون اعرضها معي، كتب ادبي، روايات، قصص، شعر. والله هون في مرسين يعني ما في كتير طلب للكتاب، يعني حبينا الخلق يعني تعرف عنا تتنور، يعني تشوف اني في كتاب عربي لسعيته موجود هون عايش يعني في البلاد التركية. وبتشكركم بالاخير بالاول والاخير اني فتحتوا لنا هيك مجال. مرحبا، مصري فرح. اليوم قدمت جيلي، بودينج، بولات، كيكات، كوكيز، كب كيك، وبأشكال شعارات مختلفة، شيء إنه ترضي كل الأذواق. وكثير انبسطت مشاركتي بهذا المعرض، انبسطت بالناس اللي عم بشوفهم بتعرف عليهم من جديد، وبشكر الـ SSG على الفرصة اللي أعطونا إياها. السلام عليكم، نحن مجموعة الخطيب للعطورات. شغلتنا هي كانت من شي 15 سنة، وحبينا هون لما سمعنا بمعرض اس اس جي حبينا انه نجي ونقدم شيء يعني اللي كنا نحن نساويه بسوريا. هي شغل يدوي، شغل ايدنا نحن، هي مبخرة ولمبادير بنفس الوقت. يعني ثبتنا حالنا أول مرة وحبينا نضل مستمرين معهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاركتي هذه الأولى في المركز. الحقيقة أنا شفت من خلال الفيسبوك إعلان، ومن خلال تزكية بعض الناس والأخبار اللطيفة عن المركز حبيت أشارك. المشاركة عبارة عن تصنيع كتب وإصدارها باللغة العربية، إضافة إلى اللوحات الفوتوغرافية اللي هي تعتبر هوايتي بالتصوير. والله إن شاء الله يعطيكم العافية ويوفقكم لخدمة الناس في مدينة مرسين.